السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم روك المرأة. ورمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية، يدخلوا علينا إن شاء الله بالصحة والخير. أنا اليوم غادي نخدم معاكم بريوات ديال اللوز، اللي هما غنحتاج فيهم عندي هنا 400 غرام ديال اللوز، طبعا مسلوق ومقشر وطحنته مزيان كيولي الشكل ديالو ناعم. عندي ما يعادل تقريبا هنا 140 غرام ديال سكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال ماء الزهر، عندي هنايا 70 غرام ديال الزبدة مذوبة، عندي هنايا معلقة ديال القرفة، قرفة ممكن تقلوها ديرو غير راس معلقة، عندي هنايا شوية ديال المسكة الحرة، يعني غديرو قبصة ديال المسكة الحرة، وعندي هنا الزنجبيل المحمر للتزيين. ممكن تستعملو كاوكاو او اللوز محمر على حسب نتوما اللي بغيتو تزينو به. عندي هنايا كذلك الورقه اللي انا واخدها جاهزه، عاده انا كنصوبها في الدار، ولكن يعني ملي كيدركني الوقت كناخد هذه جاهزه من الحجم الكبير ماشي الصغيره، فيها 10 ديال الورقات تقريبا، فيها 350 غرام، يعني الورقات ديالها كبار. واللي كيعجبني فيها علاش كناخدها، لانها طبيعيه ما فيها الصراحه مواد حافظه، كذلك ان هي كتكون رقيقه بزاف ومتقبه الراس، يعني ما كنحتاج انني انا نتقبها يعني ما كتاخدش لي في القلي، ما كتحتاجش انها تدهن بالزبده وتنشف، يعني كتسهل عليا بزاف وكتجي مقرمش احسن من ديال الدار. صافي انا غندير هاد المكونات هنا في الطحانه، غادي ندير عليهم سنيده وندير القرفه والمسكه الحره، نتوما اختياري ممكن المسكه الحره والقرفه تخلوهم حتى الاخر من تبوض تزيدوا الزبده عاد باش ديروهم. غادي ندير انا هاد المكونات الناشفه في الاول وغنخليهم كيطحنوا مزيان باش كيطحن داك السكر كيطحن مع اللوز تقريبا بنفس الطريقه ديال اللي كنخدموا بها العقده ديال حلوه اللوز. صافي كنطحنهم مزيان، بالنسبة لسنيدة ممكن تنقصوا لأنه ما باقي غادي يطفاو في العسل. هادشي حنا اللي كنسمو بيه راه ماشي ضروري يعني الواحد يدير نفس المقاييس، لا ممكن هادشي اللي كيتنسم، راه كاين اللي ما كيبغيش مذاق القرفة بزاف، كاين اللي ما كيبغيش مذاق المسكة الحرة، يعني تنسمو الأساسي هو اللوز أو كاوكاو داكشي اللي غادي ديرو والمقياس ديال المظهر، اما الباقي كتنسمو نتوما على حساب اللي بغيتو، حتى الزبده ممكن تقلل له، ما ديروش 70 غرام، كاين اللي كيدير فيها اكثر، يعني كاين اللي كيوصل 100 غرام، ولكن انا كنفضل الزبده ما تكونش كثيره. صافي كتشوفوا غادي نطحنهم مزيان، ومن بعد غادي ندوز باش غادي نضيف لهم الزبده والمظهر. هنا كيف كتشوفوا اللوز اندمج ليا مع القرفه والمسكه الحره والسكر سنيده، غادي نضيف عليهم ديك الكميه ديال الزبده مع معلقه ديال المظهر، وغادي نعجنهم يعني باش يولوا كيتشكلوا ليا منهم كويرات. صافي غادي نعجنهم وغادي نبدا ندير الكويرات على الحجم اللي بغيت انا، يعني حجم متوسط او صغير او الكبير، انا كندير الحجم المتوسط. ممكن ديروا الحبات يعني الحجم صغير بزاف باش يخرج لكم عدد كبير من البريوات، يعني يخرج لكم حبات كتار ديال البريوات. انا هنا كندير الحجم المتوسط صراحه كيسهل عليا الخدمه، كذلك يعني ما يعني دوك الصغار بزاف ما عنديش معاهم، يعني كنبغي الحبه تكون معقوله، ماشي يعني نحس بها انني كليت حبه في فمي، ماشي حبه ديال البريوات، ماشي يعني تحل لي في دراسي. صافي هنا كيف قلت لكم غادي ندوز باش غادي نديرهم على شكل كويرات، غنبقى كنديرهم كاملين حتى كنكورهم كاملين بالمقياس اللي بغيت انا. صافي وكنخليهم واحد شوي عاد باش كنبدا نخدم بيهم. المهم العقدة ديالكم خاصها تكون طرية، ما تكونش يعني ناشفة بزاف، لان ملي كتزيد كتقلى وكتبرد كتولي يعني ملي كتعضوا في ديك الحبات ديال البريوات كتجيكم ناشفة.
المهم هنا كيف كتشوفوا غادي نقطع الورقة، غادي نبقى كنقطعها بشكل أشرطة يعني اللي كتناسب الحبات اللي عندي. الا كنت دايره صغيورين غندير الاشرطه المسطرات صغيورين، كنت دايره الحبات كبار غادي نكبر على حساب. دوك الجناب انا كنخبيهم، ممكن تحتاجوا تصوبوا بهم محينشات كيجوا يعني ممكن تستغلوهم مره اخرى. انا كنخليها بالبلاستيكه ديالها، لان كتعرفوا الورقه الجاهزه كل حبه تاع الورقه كتكون عليها بلاستيكه، فباش ما نضطرش نحيد كل شيء بلاستيكات وتخسر ليا انا كنقطع بالبلاستيكه. ولكن كترجعوا تاكدوا ان ما فيهاش يعني شي حاجه لاصقه فيها، شي بلاستيك ولا شي حاجه. هنا عندي شويه ديال الطحين خلطته بالماء باش غادي نديرو هو هذاك اللصقه اللي غادي نلصق بيها. كيف كتشوفوا هنا كنحطوا هذيك الحبه في الاول وكنقادوا الطرف على شكل مثلث. هذيك الحبه اللي كنحطوا ديال الحشوه كنحاولوا نوزعوها على شكل مثلث. بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيعرفوش تحاولوا توزعوها باش ما تجيكمش البريوه خاويه بزاف. هو ماشي مشكل، انا البريوه اول ما كتقلى كتنفخ ما كيبقاش يبان الفراغ، ولكن من الافضل ان هذيك الحبه تبسطوها شويه بايديكم صافي. وكديروا ليها هنايا كندهنوها بشويه ديال هذاك الخليط وكنخشوها على شكل جيب. بغيتو تنقصوا الاطراف تنقصوهم، ما بغيتوش كتخلوهم يعني عادي وكتدخلوهم على شكل جيب. انا غنخدم معكم هذه تاني، ما غاديش نقص لها الاطراف باش تشوفوا كيف كتجي. صافي كيف قلت لكم دائما بهذا الشكل كنحطوا الحشوه كنثبتوها على شكل في الاول مثلث صافي. وكنبقاو نمشوا بهذه الطريقه مره في اليمين مره في اليسار باش ما بديتو سواء اليمين او اليسار بحال بحال، المهم مره مره كل مره كتضربوا في جهه ماشي كتبقاو في نفس الاتجاه. كاين اللي كيدير جوج مرات يمين جوج مرات يسار، ولكن هادو كيجوا في المثلث ديال البريوات المالحين اللي كبار. اما البريوات اللي هما كيجوا بهذا الشكل خاصنا نديرو كل مره في شكل، مره في اليمين مره في اليسار. هانتم كيف كتشوفوا بهالطريقة. كيف كتشوفوا كنبقاو حتى كنكملوا الحبات كاملين بهالطريقة. كما قلت لكم انا ما كنحتاجش انني نثقبهم، غنعاود معكم هذه بالعرض البطيء جدا نثقل فيها. هانتم كيف كتشوفوا باش تكون واضحه حطيت الحشوه، ومن بعد تنيت يعني في الثانيه الاولى هي اللي كتحدد لكم شكل البريوه كيفاش غتمشي. شفتوا دائما كنشد من الاطراف من الروز صافي. كنبقى غادي بهذه الطريقه حتى كنكمل، والطريقه اللي كتقطعوا بها على شكل اشرطه كتساعد، لان الورقه اللي كتكون كبيره كتساعدكم انكم تقطعوا اشرطه ماشي بحال الورقه اللي كتكون صغيره صافي. وهنا غادي نسخن الزيت وغادي ندوز باش غنقليهم، غنخليهم يتقلاو يعني مكياخدوش فتره طويله، فقط انهم كيتحمروا. ومن بعد كندوز كنحطهم في الاول على الورق النشاف، ما كنحطهمش ديريكت في العسل، يعني ضروري يخرجوا هذاك الزيت لانهم كيهزوا الزيت بزاف، يخرجوا هذاك الزيت عاد باش نطفوهم في العسل باش ما يبقاش فيهم الزيت. هنا انا غادي نديرهم يعني من بعد ما نحيدهم غادي نديرهم في العسل، ومن بعد غادي نحطهم في شي حاجه اللي بحال الطبسيل ولا شي حاجه باش يبقى فيهم داك العسل. ما غاديش نديرهم في الشبكه يتسقطرو، لان اللي درتهم في الشبكه يتسقطرو كيخرج منهم العسل. غنخليهم في شي حاجه اللي هي ما كتسقطرش باش يبقى فيهم العسل ديالهم حتى من بعد عاد باش كنحيدوه صافي. كنبقى كذلك بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي غادي نقلي. هنا هذا هو العسل صافي، من بعد ما كيتحمروا عندنا البريوات. يعني من اللي يبانوا لكم ولا فيهم واحد اللون ذهبي كتحيدوهم، لان معروف البريوات راه ملي كيبردوا عاد باش كياخذوا اللون ديالهم، ما تخلوهمش حتى كيحمروا على الجد.
كيف قلت لكم ضروري الورق النشاف كنحطهم عليه بلا ما قليت يعني القلية الثانية، حطيتها تقلى كيكونوا تسقطروا شوية كندوز كنطفيهم في العسل. كنخليهم كذلك مدة في العسل على ما كتقلي لي القلية الثانية وكتنشف حتى هي. ممكن نتوما تستخدموا مقلة كبيرة وتقلوهم في مرة واحدة، لكن انا هنا ما بغيتش صراحة نكثر المقدار ديال الزيت، وما بغيتش كذلك نكثر المقدار ديال العسل لان لا قليناهم في مرة واحدة كنحتاجو الزيت بزاف، وكذلك كنحتاجو العسل بزاف باش خصنا يطفاو في مرة واحدة باش ما يبردوش بزاف، لا بردو بزاف ما كيبقاوش يشدوا العسل. صافي كنبقى بهذه الطريقة حتى كنكملهم، ومن بعد كنزينهم بالزنجلان او كاوكاو على حسب انا بشنو غادي ندير التزيين. كيف قلت لكم انا كنخليهم في الطبسيل ما كنسقطرهمش، وانتم لكم الاختيار باش كيبقاو شاربين ليا العسل، لان هنا ما كنخليهمش مده طويله في العسل. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، كيجي صراحه مقرمش كيجيو منفوخين. يعني صراحه انا ما كنخليهم يباتوا ولا نطقبهم لا والو، عادي بالطريقه التقليديه يعني كندير لهم الحشوه وكنقليهم. صافي صراحه كتشوفوا راه كيجيو مقرمشين كيجيو شاربين العسل مزيان. وكنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وتفعلوا الجرس، تخلوا لي التعليقات الزوينة اللي كتعجبني. ورمضان كريم علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.